مزمور وإنجيل السجدة الأولى. المزمور: اسجدوا له يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، الرب قد ملك، فلتتهلل الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير، بركته معنا آمين. ولما تكلم يسوع بهذا رفع عينيه نحو السماء وقال: يا أبتاه، قد أتت الساعة، فمجد ابنك ليمجدك، كما أعطيته السلطان على كل جسد ليعطي كل من أعطيته حياة أبدية. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنك أنت الواحد وحده، الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا قد مجدتك على الأرض، العمل الذي سلمته لي لأعمله. والآن مجدني أنت يا أبتي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. وقد أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتهم لي من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك. والآن وقد علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم أيضا قبلوا وعلموا حقا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء في العالم، وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس. احفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن. إذ كنت معهم في العالم كنت أحفظهم، باسمك الذي أعطيتني حفظتهم. ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك، ليتم قول الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم، وهؤلاء أتركهم في العالم ليكون فرحي فيهم كاملا. أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم، كما أني أنا أيضا لست من العالم. لست أسأل أن تنزعهم من العالم، بل تحفظهم من الشرير، لأنهم ليسوا من العالم، كما أني أيضا لست من العالم. قدسهم في حقك، فإن كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا أيضا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا، كما أنك أنت أيها الآب ثابت في، وأنا أيضا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحدا، أنا فيهم وأنت في، لكي يكونوا كاملين كواحد، لكي يعلم العالم أنك أرسلتني وإني أحببتهم كما أحببتني. يا أبتاه، هؤلاء الذين أعطيتني أريد أن يكونوا معي حيث أنا، ليروا مجدي الذي أعطيتني،
لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. يا أبتاه البار، العالم لم يعرفك وأنا أعرفك، وهؤلاء الآخرون عرفوا أنك أرسلتني، وقد عرفتهم باسمك، وسأعرفهم أيضا لكي الحب الذي أحببتني يكون فيهم، فأنا أيضا أكون فيهم، والمجد لله دائما أبدا.